زيد الله يرحم والديك. كنشكر المغاربه كاملين، وكنشكر الطاقم التقني والشرطه المحليه والدرك الملكي والملك ديالنا الله يرحمه الله ينصرو ويكثر من مثالو. وكنطلب الله يشوفوا شي حل يقرب، رانا ما بقاتليش استطاعه اللي غنصبر من بعد، فهمت؟ يومين يومين. وكيقول لك دابا مثلا انا مشات بقات 8 متر ولا 10، قالوا لي مع 6 الصباح، هذا الصباح هذايا غيكون غدا ان شاء الله مع 6 الصباح، وما نعرف قدر تكون النتيجه قدر ما تكونش. قال لك بيهودوا بيحفروا لهم في النافه، غيضلعوا من التحت وغادي يديروا يجبدوا من التحت الطريقه ديالهم، ما عرفتش كيفاش غيديروا. انا صباح بحال شي كلب كيجي الاخر، كيجي مثلا موجده ولا هذه كيجي لعندي مقصود، كيسمح القرايه ديالو. وها هو الصبي مسكين جا دابا معاه يماه وباباه، جاي من فنيدق، جاو عندي تال هنا ورفضوهم. قال لك لا هذا صغير، هذا قال غليظ. وكيعيطوا لنا الناس من المانيا من فرنسا من اسبانيا، كيقول لك راه الشيء ما كاينش، شيء متاخر بزاف. يعني العائله يبقى 3 ايام تحت الارض، صبي عنده 5 سنين يبقى 3 ايام تحت الارض، هذه راه ما كايناش في القانون. كيجيو الناس المحسنين اللي باغي يساعدوا لي ولدي، كيبقى فيهم راه ولد، ماشي ولدي انا، هذا ولد ولد المغاربه كاملين، ولد المغاربه كاملين. الناس برا كيعيطوا لي كيقولوا راه هذاك ولدنا، فهمت؟ انا كنطلب من سيدنا يدير لي يتدخل. حسد بالامان مع ديك الواحد 11 الليل 12 الليل كذا، قال لك نعم سيدي باقي كاين، يقول لك 2 متر 3 متر 2 متر 3 كطلع 2 متر 3 متر 2 متر 3 متر، يعني بحال شي قشره على الراس الماء، مره تهود مره طلع. وانا باقي كنستنى، قال لك 6 الصباح، ها هي 7 الصباح، انا ما نقدرش نصبر 3 ايام. اي يا الله يا الله، اللهم انقذ ريان، اللهم احفظ ريان، اللهم اخرج ريان، اللهم سخر له جنودك، لك جنود السماوات والارض، سخر له جنودك، سخر له قدرتك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.